أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس. الين الياباني والدولار الأمريكي تراجعا قليلا خلال التداولات الأسيوية. الحجم في هذه الجلسة الأوروبية ضئيل قليلا بسبب عطلة عيد الفصح، ولكن قد يتحسن لاحقا عند افتتاحية نيويورك. حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أعلى ارتفاع جديد فيه والأعلى خلال 8 أشهر قبل أسبوعين، وبدأ بإظهار مؤشرات للارتفاع تماشيا مع النمط طويل الأجل. زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي لا يتحرك، ولكن قد يجد بعض الدعم المصغر عند 1.1150. استمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالارتفاع، وهو الآن يبحث عن إعادة اختبار خط النمط طويل الأجل، والذي قد يبدأ بانعكاس تنازلي. شكرا لكم وتداولا موفقا.